انت ممكن تبقى ماشي في الشارع كده وفجأة يجي لك مقطع، والمقطع ده لواحد صاحبك، وصاحبك ده بيشتمك وبيقول عليك كلام مش كويس. للأسف دلوقتي انت ما تعرفش تصدق الكلام ده، لان الذكاء الاصطناعي بيعمل حاجات لا تتخيلها. هنتعرف ان شاء الله على الجانب السيء في الذكاء الاصطناعي اللي ممكن فعلا يعمل مشاكل كبيرة في حياتنا وبيضر الناس كتيرة. حتى السيدة أم كلثوم رحمة الله عليها ما سلمتش من الموضوع ده. لو انت مهتم تعرف التفاصيل خليك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. لو أول مرة تشوفني، أنا أحمد ممدوح، والقناة بتهتم بتطوير مهاراتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس أونلاين. لو مهتم بالمجال ده ممكن تشوف الفيديوهات اللي موجودة في القناة، وإن شاء الله تستفيد من المحتوى وتشترك معنا. من فترة كده انتشر على السوشيال ميديا مقطع من أغنية للسيدة أم كلثوم رحمة الله عليها، وطبعا الموضوع أصلا عمل ضجة كبيرة، لأن السيدة أم كلثوم ما غنتش الأغنية دي أصلا ولا لها علاقة بها. طيب إزاي ده حصل؟ الموضوع حصل عن طريق الذكاء الاصطناعي، وللأسف لحد دلوقتي ما مفيش قوانين تمنع ان انت تستخدم اصوات ناس مشهورين، لان الذكاء الاصطناعي دلوقتي شغال بمزاجه. تعالوا نسمع المقطع كده وهتلاقي ان الصوت قريب جدا من السيده ام كلثوم، وطبعا ده كله عن طريق الذكاء الاصطناعي. وطبعا ممكن يجي في بالنا ان الناس بتحاول تحيي ذكرى لمغنية كلنا كنا بنحبها وطبعا لها اسم كبير في عالم الفن، لكن الموضوع مش كده، لان طبعا في عبد الحليم كمان وفي عمرو دياب في الوقت الحالي، فالموضوع مفيش حد هيسلم منه. اي حد عايز يقلد صوت اي حد يقدر يعمله بسهولة جدا، يقول هو الاغنية بصوته وبعدين يحولها لصوت المطرب. تعالوا نسمع حاجة كده اتعملت للأستاذ عبد الحليم حافظ. كله سابني بيت لوحدي، دنيا بيني وبينها تحدي. وحتى عمرو دياب ما سلمش من الموضوع ونزل له اغنية ملوش علاقة بيها برضو. مش مبسوط ربي عمر يا عمري، وحبك حب مش مشروط والله. وطبعا الموضوع خرج عن السيطرة، لان ممكن الناس تسجل حاجات خارجة بصوت حد مشهور، وللأسف مفيش اي اثبات ان ده صوته او مش صوته، لان الموضوع صعب جدا ان انت تفرقه. وده حصل مع التيك توكر المعروف اللي اسمه جو موسى، وناس ركبت الصوت بتاعه على كلام خارج عشان يضروه، لان هو شخص مشهور وفي ناس ما بتحبش حد يكون مشهور فعايزين يضروه باي شكل. في ناس كانت عايزة تقضي عليا وتقال لي نصا انت لازم تبطل سوشيال ميديا، وتقال لي نصا انت لازم تقعد في البيت، وتقول لي نصا هنقعدك في البيت وهنكسر عينك. ايه هو الاي اي؟ واحنا كده بنتكلم على الصوت، ما بالك بقى الصوره، ان انت ممكن تنتحل شخصيه اي حد وتمثل اللي انت عايزه. ده حصل فعلا مع توم كروز لما في واحد عمل حساب فيك باسمه، وطبعا بدا يعمل حاجات عجيبه ويتنطط ويتشقلب وحاجات غريبه، هنشوف مقطع دلوقتي عنه. والحساب ده وصل لملايين المشاهدات، وفي الاخر توم كروز اعلن ان هو ملوش اي علاقه بالحساب ده. What's up TikTok? You guys cool if I play some sports? I love it. More for the audio experience. ده حتى انا ممكن اغير شكلي دلوقتي الشكل من المشاهير، وانتوا قولوا لي الشخصيه دي مين. الموضوع اصبح سهل جدا اي حد ممكن يعمله، لكن محتاج امكانيات جهاز كمبيوتر قويه، لانه بيعمل بروسيس لوقت طويل، وفي بعض البرامج والادوات اللي ان شاء الله هنشرحها في فيديوهات تانية. بس احنا بنتكلم على جزئيه ان انت تبقى فاهم الموضوع، لان انت ممكن يحصل مشاكل في حياتك بسبب الموضوع ده. ده طبعا غير ان الذكاء الاصطناعي هيلغي وظائف كتيرة في الوقت الحالي، وعشان كده دايما بقولك اتعلم كل حاجة تقدر تتعلمها في الذكاء الاصطناعي، لان فعلا دلوقتي الناس هتسبقك يمكن بعشرين وتلاتين ومئة خطوة وانت لسه في مكانك. الناس بتكتب ايميلات دلوقتي في اقل من دقيقة، ممكن انت تقعد تكتب الايميل في ساعة عشان خاطر بتقعد تفكر فيه وهتعمله ازاي. الذكاء الاصطناعي ما خلاش، حطله الايميل اللي انت عايزه، حطله المواصفات، هيطلعه لك بأي لغة انت عايزها. ودي طبعا ابسط الحاجات اللي بيعملها دلوقتي الذكاء الاصطناعي. انت وصلت لمرحلة ان انت ممكن تكتب كتاب بالكامل عن طريق الذكاء الاصطناعي، ويكون الكتاب ده لأول مرة يتكتب، فانت متخيل الموضوع وصل لحد فين. في ناس ممكن تقعد سنة كاملة تكتب كتاب، لكن انت عن طريق الذكاء الاصطناعي ممكن تعمله في ساعة لو انت مشترك في موقع خاص بالكتابات، اللي هو بيجيب لك كتابات فعلا مش موجودة وبيصغها لك بشكل احترافي جدا. الخلاصة الذكاء الاصطناعي اصبح ضرورة، ما هوش رفاهية. لازم تتعلم كل حاجة عن الذكاء الاصطناعي
اصدقائي، لان فعلا هتلاقي ناس كتيرة سابقاك بخطوات كبيرة. وعشان كده دايما في كل لايف بكرر واقول اتعلموا يا جماعة الذكاء الاصطناعي، عشان حتى لو انت ما استفدتش بيه في البيزنس بتاعك او في شغلك فانت ما تتضرش منه وتبقى عارف الاضرار بتاعته عاملة ازاي. ولو انت ما اتعلمتش دلوقتي هتبقى عامل زي اللي قاعد في وقتنا دلوقتي وما عندوش ايميل، تقدر تعيش من غير ايميل؟ رد عليا في التعليقات كده. وبس كده، لو عايز تتعلم كل امكانيات الذكاء الاصطناعي عن طريق كورس مجاني، شوف الكورس ده موجود على القناة، هيساعدك تصنع محتوى باحتراف عن طريق الذكاء الاصطناعي بدون ظهور. شكرا لكم، كان معاكم احمد ممدوح، اشوفكم في الفيديو اللي جاي يوم الاثنين ان شاء الله اللايف الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، هيكون موضوع مهم جدا ان شاء الله هيفيدكم. سلام.